اتنين لعيبة من النادي الاهلي هيبيعوا الاهلي وهيروحوا يمضوا للزمالك، او خلاص خلصوا الموضوع ومضوا بالفعل للزمالك ومستنيين يخلصوا الموضوع كده ويكونوا موجودين مع الزمالك من الموسم الجاي. صدمة كبيرة جدا طبعا لجماهير الكرة المصرية والجمهور النادي الاهلي. هتقولي يا عم جبت الخبر ده منين؟ فين المصدر بتاعك؟ هقولك انا هسمعك بودنك دلوقتي وهنتفرج على الفيديو مع بعض. طبعا مش هعرضهولك فيديو، لكن هسمعك الصوت وهعرض لك الصورة عشان قصة الحقوق والكلام ده، وبعد كده هنعلق على الفيديو وهنتكلم عن تفاصيل كتير قوي وهنرد بمنتهى القوة على قناة نادي الزمالك اللي بتروج لإشاعات واللي بتقول كلام عاري من الصحة وكلام يصنف كده كوميديا او كلام مضحك، لان طبعا صعب جدا ان لعيبة يبيعوا النادي الاهلي خصوصا في الوقت الحالي ويروحوا للزمالك. لكن لو ده حصل تتوقع مين؟ قولي في الكومنتات، لاني نزلت الفيديو ده عندي على التيك توك، ناس كتير بدأت تقولي اسامي لعيبه جوه الاهلي هم شاكين ان هم ممكن يرحلوا من النادي الاهلي فعلا في الفتره الحاليه بسبب عدم مشاركتهم مع الاهلي. وهقول لكم ايه الاسامي اللي اتقالت لي في الكومنتات كتير، وهشوف كومنتاتكم. اتقال لي مثلا محمد شريف، اتقال لي محمد مجدي قفشه، اتقال لي ايمن اشرف، اتقال لي رامي ربيعه، اتقال لي برونو سافيو، اتقال لي شادي حسين. دي اكتر اسامي لقيتها موجوده في الكومنتات كده. لكن انا هكلمك عن السداسي ده على فكره، وهقول لك مين فيهم اللي ممكن يرحل عن النادي الاهلي ومين لا من وجهه نظري. بس خلينا نسمع الفيديو الاول. الفيديو لمين؟ الفيديو الكابتن اسامه حسن. هتقول لي مين اسامه حسن ده يا عم؟ ما اعرفش مين اسامه حسن ده. انا عارف ان اغلب الناس مش هتبقى عارفاه، لكن انا هعرفك عليه، هو اللي هيظهر لك في الصوره ده. طبعا اول ما الصوره ظهرت لك عرفت مين اسامه حسن، لان هو طلع ترند بالصوره دي. انا ما بروش عليه، ما بتريقش عليه، عشان الناس اللي هتقول لي انت منزل له صوره وهو مش لابس فيها، هو اللي نزل فيديو والله ليه وهو عامل كده وطلع ترند بالفيديو ده فعلا، وهو كان حابب انه يطلع ترند بالفيديو ده. فهي دي الصورة اللي اتشهر بيها مؤخرا، فاللي مش عارفه اكيد هيعرفه من الصورة دي. طلع طبعا مع كابتن خالد الغندور واتكلموا في الموضوع ده، وقال له ان في اتنين لعيبة من الاهلي انا خلاص خلصت معاهم كل حاجة وهيمضوا للزمالك. خلينا نسمع يا عم كده وبلاش كلام كتير، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. الكلام ده انا اتحاسب عليه؟ اه. في اتنين لعيبة نجوم في النادي الاهلي دلوقتي، نجوم مستنيين قاعدة مع فلان وهيسيبوا نادي النجوم وهيجوا نادي الزمالك. والله العظيم يا كابتن خالد انا بحلف بالله بيحلف لا اله الا الله ما بكذب عليك، اتنين نجوم كبار قوي عارفين في غدر بيغدروا بالنجوم زي ما خدروا. نوقف كده بس اللقطه دي. تخيل قال ايه؟ قال لك اتنين نجوم كبيره قوي، واقسم بالله يا كابتن خالد الغندور ما بكذب عليك، بيقسم بالله قسم هيحاسب عليه ان اتنين نجوم كبار قوي في النادي الاهلي عشان عارفين ان الاهلي فيه غدر. خلينا نكمل كده وبعدين هنرد. وعصام الحضري وعصام عاشور وحسام ابراهيم عارفين ان فيه غدر ومعدلهم دكه ويعزوم اوقات كده لو، ونجوم كبار وهدافين، اقسم بالله هدافين ورب الكعبه انا اللي بتفاوض معاهم وانا خلصت الدنيا ومستني بس اقعد مع مين عشان اقسم بالله ورب الكعبه. ركزوا على الايمان اللي بتتحلف. خلص الدنيا الموضوع سهل جدا جدا جدا. ما في دول زي الاهلي دلوقتي؟ اه والله. وحيات لا اله الا الله ما بكذبك، وحياه لا اله الا الله ما بكذب يا كابتن، ورب الكعبه ما بكذب يا كابتن، والله ما بكذب. حلف كل الحلفانات اللي ممكن تتخيلها ان في اتنين لعيبه نجوم كبار قوي جوه النادي الاهلي وهدافين على كلامه. عشان الناس اللي بتقول ايمن اشرف او رامي ربيعه، لا هو بيقول هدافين يعني بيتكلم على الشق الهجومي، فانا استبعد ايمن واستبعد رامي ربيعه، غير ان انا طبعا استبعدهم، دول كباتن جوه النادي الاهلي الاتنين بيصنفوا في اول الكباتن كده، فصعب جدا يحصل الكلام ده. وهكلمك بس بكل التفاصيل، لكن هو بيقسم القسم طبعا هو يحاسب عليه، مع ان انا شايف ان كل اللي هو بيعمله ده هي فرقعه بس مش اكتر، عايز اطلع ترند، عايز الناس تتكلم عني مش اكتر من كده. طب مين ممكن من النادي الاهلي اصلا يفكر انه يروح الزمالك؟ وليه انا بستبعد كلامه ده وبقول انه هري وانه كوميديا زي ما بقول كده؟ لان ببساطه النادي الاهلي خلص الدوري رسميا وهو هيبقى بطل الدوري، وعامل مسافه كبيره قوي بينه وبين اقرب منافسيه. الاهلي بطل الكاس، الاهلي بطل السوبر المصري، الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا وهيروح كاس العالم للانديه لو كسب افريقيا باذن الله. الاهلي ضمن مكانه في كاس العالم للانديه سنه 2025، البطوله الجديده اللي هتتلعب اللي هيكون فيها 32 نادي. مين يسيب المهلبيه والفخفخينه دي كلها؟ مين يسيب العظمه دي كلها اللي مع النادي الاهلي ويروح للزمالك اللي طالع بموسم صفري، صفر بطولات؟ طب دي اول حاجه، بس مش كل اللعيبه بتفكر في البطولات برضو يا احمد، في لعيبه تانية بتفكر في الفلوس ما بتفكرش في البطولات، معاك حق. واكيد مش كل اللي
لعيبه هتفكر في البطولات، في لعيبه فعلا ممكن تفكر في الفلوس. طب مين بيفكر في الفلوس يسيب الاهلي ويروح الزمالك؟ انا ممكن اصدق انه يسيب الاهلي ويروح بيراميدز، لكن يروح الزمالك؟ الزمالك حاليا مشاكله الماديه اكتر من الاهلي بكتير، الزمالك ما بيدفعش اكتر من الاهلي ولا حاجه، دي من الناحيه الماديه. زائد ان انت في النادي الاهلي انت ضامن ان حقوقك كلها هتاخدها، ضامن ان مفيش جنيه هيتاكل عليك، عكس نادي الزمالك اللي عنده مشاكل مع لعيبه كتير قوي، لو عديتهم لك عايزين فيديو 10 ساعات عشان نخلصهم، لدرجه ان في لعيبه كانت بتموت وما بتاخدش حقها وما بتاخدش فلوسها. فانت لو هتفكر لها فلوس، لا انت تقعد جوه النادي الاهلي اللي انت ضامن فيه فلوسك. لكن طبعا هو بيقول كده ليه؟ الله اعلم. ده مش كده وبس، ده كلامه هو يا راجل، بيقول لك انا خلصت معاهم ومستني اشوف هقعد مع مين جوه نادي الزمالك. انت متخيل كلامه؟ هو بيقول ان احنا ما عندناش استقرار في نادي الزمالك، ان انا مش عارف اقعد مع مين. يا عم انت مين اصلا عشان تتفاوض مع اللعيبه؟ هل انت مدير التعاقدات جوه نادي الزمالك؟ لا. هل انت ليك اي صفه جوه نادي الزمالك دلوقتي؟ لا، مجرد كان لاعب سابق موجود في الزمالك، وقبلها طبعا كان موجود في الاهلي، والاهلي طرده من النادي، وبعد طرده من النادي الاهلي اكيد طبعا غل ونفسنا على الاهلي، وده طبيعي جدا. فشايفين تصريحاته عامله ازاي؟ يقول لك قال ايه؟ اتنين لعيبه انا خلصت معاهم. خلاص خلصت مع مين يا عم؟ بس صلى على النبي، مين لعيبه تسيب الاهلي وتروح الزمالك؟ لو نفترض ان هم من اللعيبه اللي قاعدين على الدكه مثلا، خلينا نتكلم عن الست اسامي اللي بقول لك جولي كتير دول. اولا ايمن اشرف او رامي ربيعه، اتنين من كباتن النادي الاهلي، واتنين من اللعيبه اللي بقالهم سنين جوه النادي الاهلي، صعب جدا يعملوا حاجه زي دي. ده من وجهه نظري مستحيل، حتى لو بعاد عن الصوره، مع ان رامي ربيعه بيشارك، مش على طول، مش هو الاساسي، لكن بيشارك مع النادي الاهلي. ايمن اشرف ما بيشاركش خالص مع مارسيل كولر، ده تمام وما عندناش مشكله فيه، لكن الاثنين صعب ان حد فيهم يعمل ده. وبعدين هو قال لعيبه هدافين، لعيبه بيجيبوا جوان، يعني بيتكلم على شق هجومي، فانا استبعد الاثنين دول. مين التانيين بقى؟ عندك محمد شريف. محمد شريف هداف النادي الاهلي في الدوري، محمد شريف بيشارك على طول مع النادي الاهلي، لسه كان اساسي الماتش اللي فات وجايب جول، بيشارك هو وكهربا بالتبادل. فما اعتقدش ابدا ان شريف يسيب النادي الاهلي ويروح الزمالك، ده يبقى يعني دماغه ما فيش، ده يبقى عدى رمضان صبحي في سوء التفكير وسوء الفهم كده، مستحيل طبعا محمد شريف اللي بيشارك اصلا مع الاهلي. هل محمد مجدي قفشه مثلا؟ ما اعتقدش ابدا، محمد مجدي قفشه برضه ليه مكانه جوه النادي الاهلي، مستواه متراجع شويه فما بيشاركش باستمرار، لكن ليه مكانه، بيلعب مع النادي الاهلي، لو مش اساسي بينزل بديل، ولسه وجوده جوه النادي الاهلي مفيد ومؤثر، ولسه مكمل معانا سنين لقدام، وجايب اعظم هدف في تاريخ النادي الاهلي في نادي الزمالك نفسه. فصعب جدا قفشه من وجهه نظري. طب مين اللعيبه التانيين؟ برونو سافيو وشادي حسين. برونو سافيو لو هو اللي بيتكلم عليه يا جدع، ده انا اتمنى اقسم بالله، لانه صفقه فاشله جوه النادي الاهلي وخلاص هيرحل كده كده، يا ريت يروح الزمالك. مستحيل طبعا يكون برونو سافيو ده، يبقى يعني دماغه في البلاله لو بيتفاوض مع برونو سافيو، لعيب ضعيف جدا جوه النادي الاهلي وملوش مكان طبعا، وصفقه فاشله اصلا النادي الاهلي شربها من وجهه نظري، فاكيد مش برونو سافيو. ولو هو يا ريت، يبقى حلال عليكم والله. بالنسبه لشادي حسين، شادي حسين اهلاوي، ابن اهلاوي، واحد من جماهير النادي الاهلي من الثالثه شمال، وشفناه كتير وهو في المدرجات وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي من قبل ما يجي، وكان هيموت ويلعب جوه النادي الاهلي، وجه وحقق حلمه ودخل النادي الاهلي. لسه ما اثبتش نفسه، لسه ما اقنعش المدرب، كمان ما اقنعش الجماهير، لكن اديه بيدور، اديه بيحاول انه يمسك في فرصه عشان يلعب، لو اجتهد في التمرين هينزل النادي الاهلي. لعيب اهلاوي كده وبيعشق نسر النادي الاهلي، فاكيد مش ده برضه اللي رايح الزمالك. فمين اللي رايح؟ هل مثلا كهربا؟ نيني 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 كهربا اللي حطه صح، اللي بتنسحبه من البطولات بسببه، اكيد مش كهربا. طب مين في الشق الهجومي يا عم؟ حسين الشحات اللي جاي بفلوس كتير جدا جوه النادي الاهلي، اللي بيعشق الاهلي، مستحيل برضه. طب مين؟ قول لي مين بجد. احمد عبد القادر مثلا؟ اكيد برضه مستحيل. احمد عبد القادر ايه اللي هيجيبه الزمالك؟ هيعمل ايه عندكم؟ وعبد القادر ليه مكانه وبيلعب جوه النادي الاهلي. بيرسي تاو برضه مستحيل. والله ما الاقي لك حد يا كابتن اسامه حسن، عمال بتهبد اي تصريحات في الهوا واي كلام عشان تطلع ترند والميديا تتكلم عنك. ادينا يا سيدي اتكلمنا عنك اهو، والفيديو هيشوفه يجي 100,000 واحد ولا حاجه، وهتتصيت والناس هتعرفك، بدل الفيديو الوحيد اللي نزلته كده اللي الناس عرفتك فيه. لا خلاص، بعد التصريح ده فعلا كده خدت الترند اليومين اللي فاتوا. ابسط يا عم، عملت اللي انت عايز تعمله. الاثنين لعيبه من الاهلي، قال يروح الزمالك، اي كلام واي هزار واي ضحك. لايكات كتير للفيديو يا جماعه، شير على قد ما تقدر كده، خلي الفيديو يوصل في كل حته ويشوفوا معانا قناه الضحك، قناه نادي الزمالك بتقول ايه، والتصريحات الغريبه اللي بيتكلموا عنها على طول. ركز في فريقك، ركز في صفقاتك. الموسم ده كان موسم صفري بالنسبة
بالنسبه لك صفر بطوله، عايز تاخد بطولات الموسم الجاي لازم تعمل صفقات قويه، لازم تجيب مدير فني قوي، لازم تركز مع فريقك، فكك من النادي الاهلي لانك مش هتعرف تزعزع استقرار النادي الاهلي اصلا. احنا مستقرين جدا الحمد لله على كل النواحي، من اول رئاسه النادي لمجلس الاداره للمدرب مارسيل كولر اللي موجود معانا، للعيبه والجماهير والبطولات وكل حاجه زي الفل جوه النادي الاهلي الحمد لله. فابعدوا عننا كده وركزوا مع فريقكم، لايكات كتير، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب، فعل الجرس، فولو صفحتي على الفيس كده عشان يجيلك كل جديد. وبكره باذن الله مباراه النادي الاهلي مستنيينها، وعندنا لايف اكيد بعد الماتش على طول. سلام.